في العربية هنا مش هناخد راحتنا. ايه رأيك ما تيجي نتعشى في حتة وندردش؟ والله عندك حق، انت ست متجوزة وعلى وش طلاق وما صحش تباني مع راجل غريب في ظروف زي دي. طب ايه رأيك لو تتفضل عندي؟ هندخل جوه يعني؟ مش احسن؟ هو في احسن من كده يا إلهام هانم؟ هنكسب القضية بإذن الله، وهخرب لك بيته وبيت اللي شدد له كمان. ده لما سعود الشرنوبي على سنه ورمح. اهلا. ذوق الفيلا هايل. ميرسي. قولي. نعم. تحب تتعشى ايه؟ أنا متهيألي أي حاجة، ما احنا بينا واحد بقى. عندي فراخ ولحمة بفتيك وحمام. في الظروف السعيدة دي متهيألي يبقى حمام بقى أحسن. إذا كان حمام يبقى ساعدني في المطبخ. أنا ساعدك في المطبخ، في الحمام، في أوضة النوم، في أوضة الصالون. بركاتك يا هوبنز. ألو؟ النادي؟ لو سمحت الأستاذ محمود فهمي. أيوه بتاع البوكس. ألو؟ أستاذ محمود؟ لو سمحت، لو عايز تشوف منظر يعجبك قوي روح بيتك وشوف مراتك بتعمل إيه. أيوه دلوقتي. باي باي. كويس على فكرة انك انت خليتيني اقلع هدومي عشان تقشر وانت مستريح. صعب قوي حكاية تقشير البصل دي. مش انت اللي قلت احب الحمام ولا هترجع تحمرق؟ انا احمرق؟ انا علشان عيونك مستعد اقشر محصول البصل بتاع مصر كله. ده صوت ايه ده؟ مين بقى؟ كده الهام مرات الشريفه العفيفه تتعني في كرامتي وشرفي وتخني مع كلب زي ده؟ غريبه انك زعلان من شيء انت نفسك عملته وضميرك كان مستريحلي. انا راجل وانت ست. طبعا انت راجل، انت سيد رجال ورجال قليلون. اخرس يا كلب. الراجل وست في حاجه زي دي، الاثنين بشر ليهم شعور وليهم قلب وليهم حقوق على بعض. ابسطها الاخلاص والوفاء، وده اللي انا اديتهولك، وهو نفسه اللي انت ما قدرتش تديهولي. في دي بقى عندك حق الحقيقه. اخرس يا كلب. افرضي يا الهام، افرضي ان الشيطان غواني وضعفت، تقوم انت تعملي كده ليه؟ 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 ما صلوا على النبي كده وما فيش داعي يعني. وبعدين بدل المسألة ما توصل لمحاكم وشحططة، أهو برضو يعني تتكلموا مع بعض وربنا يوفق ويدي بالمعروف والنبي. اخلص يا كلب. كلمني أنا. بتدافع عنه يا إلهام؟ المفروض أنت اللي تدافع عنه لأنه من نوعك. هو كمان خاين بطبعه، وصلني البيت وهو عايز يرتكب جريمة في حقي وحقك وحق نفسه وحق مراته. يا ست هانم، ده الراجل شراني خلقة، وأنت كل ما تهدى اشتعلليها تاني. مش عايز أسمع صوتك. هدى قدامي. قدامي يا اخوي، قدامي. حاضر. ما تزرجنش يا مدام. ممكن اعرف بقى خيال المآتة كان بيعمل ايه هنا وبالمنظر ده؟ لا شوف، بلاش خيال مآتة دي، احنا جدعان قوي وما يغركش. انا كنت جون المدرسة. انت هتضرب؟ ايوه. استنى يلا. انا لازم ارتكب جريمة دلوقتي حالا. مفيش داعي، هي ليلى اللي كلمتك في تليفون. انت؟ ايوه، حبيت اوريك ان الخيانه مفيش اسهل منها على الست اما تفكر تبيع ضميرها وشرفها. حبيت اسيك من نفس الكاس اللي سقيتني منه بعد السنين دي كلها. يعني انا كنت كوبري مشاه بقى. تحاشر نفسك ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. وديني لاكون مقطعك حتت. انا احيي فيك روح الشجاعه والاخضاع. نعم. ده انت املنا في في, في 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 كاس افريقيا. نعم. وتصفيات كاس العالم كلها. بره. طب اخد الجاكيت. بره. البنطلون. طيب بره. طب اخد الجزمه. بره. حاضر حاضر. أنا طالع. أيوه أيوه، أنتوا فاكريننا نايمين ورا الباب؟ يا
الدنيا حر بره؟ مصيبة يا عزت، مصيبة. ايه خير، حصل ايه؟ هقولك، هي مراتك جوه؟ جوه كبسة على نفسي، مش لاقي حجة تخرج بيها. شنا خص الله يكسفك، طول عمرك كده فضحنا في وسط العيلة. مش انت اللي عملت تقول لنا هوبنز والزفت بتاعك ده؟ هوبنز ايه يا اخي؟ في ايه يا عزت؟ ناوليني جاكيت وبنطلون من بتوعي يا وام. خد خد البس يا استاذ. اوعى تكون لبستهم قبل كده. في ايه يا عزة؟ ما تقولي بقى، مسعود ماله عامل في نفسه ليه؟ مصيبة. ايه هي المصيبة؟ مصيبة، نبقى قاعدين في حالنا والمصايب تجينا لحد عندنا. ايه بس اللي حصل؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ما تقولي بس يا عزة، ايه اللي حصل؟ مسعود يا ستي ماله؟ طلعوا عليه حرامية العهد وسابوه زي ما انت شايفة كده. وانت بتلبس ورايح على فين في وقت زي ده؟ رايح مع الاسم، والله نعمل له محضر. علشان بدلة اتسرقت يا عزة تعمله محضر؟ اسود. بدلة؟ بدلة تتسرق من عيلة الشرنوبي، دي وصمة عار لا يمحوها الا الدم. يا ساتر يا رب. ده انا مرة جدي اتسرقت عمته الله يرحمه وجزمته، راح فيها 17 قتيل و12 جريح وفي 25 أسرى. كل ده عشان عمه؟ شوفي بقى بدلة يحصل ايه. طب يا حبيبي روح، ربنا معاك. انا مش هتأخر يا روحي. براحتك. هتوحشيني. وانت اكتر. اتفضل يا متر. يا فاضح عيلة الشرنوبي. لذيذ قوي الحمام، تسلم ايديك يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حياتي. مساء الخير يا اكسلانس. افندم، سيادتك متهم انت والمدام باستدراج هذا الشخص الساذج الى منزلكم والاستيلاء على ملابسه. مين حضرتك؟ ودلوقتي بدل الفضايح والجرس ادونا العادة، ادونا هدومنا وكل واحد يروح لحاله. وجزمه شراب. وجزمه شراب. تفضلوا. انت لبستهم كده؟ احنا حبايب. مع السلامة يا اخويا. بقولك ايه، حلال عليك الحمام يا عم. بالسم الهاري. اصل المغفل قال لي انه عشر لكم البصل. مع السلامه يا عم. بلا هوبنز بلا نيله كنا هنروح في ابو نكله. انت اللي منحوس، بدليل انك من عشر دقايق كنت قاعد عريان وبلبوص. في الوقت اللي فيه ممدوح دلوقتي قاعد بياكل حب، بيشرب حب، هايس في الحب، طول النهار قاعد بيزلط حب. معاك حق، انا حظي منيل. ايوه بس مش عشان خدت بومبا قمت قطع الستات كلهم اللي هم اروع هديه سماويه اتقدمت لاول راجل في التاريخ. يا ابن الهديه السماويه اللي بتقول عليها دي هي اللي خلات نجري في الشارع من غير هدوم. انا معاك انك ايدهن عظيم، لكن حلاوتهن اعظم. تمشي من هنا ليه؟ رايح اسهر سهره اجدد بيها نشاطي. ومراتك اللي مستنياك في البيت؟ مراتي مين يا عم؟ ده انا بسبب حكايتك دي ضمنت حريتي 3 4 اشهر لقدام. النهارده في القسم مع ابن عمي، بكره في النيابه مع ابن عمي، بعده في السجن مع ابن عمي، وانا وابن عمي على ابن عمي. يعني ناوي تفضحني في العيله؟ لا يا راجل، اعوذ بالله. طمن، انت اتفضحت خلاص. ثانيه، مراتي ما بيتبلش في بقها فوله. مسعود، ايه اللي حصل يا حبيبي؟ طمني يا واد، احسن انا والعيله قاعدين نلطم ونصوت عشانك، والاخر تعبوا ودخلوا نام وانا قاعده استناك. طلتموا واستوقتوا ليه؟ ثانية، مرات عزت قالت لي على حاجات غريبة في التليفون. غريبة ليه؟ وما فيش حد استرق قبل مني؟ في، بس مش بالصورة اللي حكيت لي عليها ثانية. لا، حصل بقى بالصورة اللي حكيت لك عليها ثانية. ثم انا راجل بحب التبديل، ولما اتسرق لازم اتسرق بطريقة جديدة. ولازم بقى تعرف ان ما فيش حد من عيلة الشنوبي يضحك عليه. البدلة هي جت تاني. صحيح، انت لابس بدلتك مش بدلة عزت زي ما قالت لي ثانية. حكاية مش فوضى يا هانم، لازم تعرف اللي احنا ناس صحيين قوي وجدعان قوي.
لا نخاف من بنيات ولا من سواطير ولا من دياوله. طب تعالى بقى اتعشى، عامله لك حمام محشي انما يجنن. مش عايز اسمع سيره الحمام، ومن هنا ورايح مفيش حمام يخش البيت، لا محمر ولا مشوي ولا بريش. ما تزعلش بقى وتتنرفز، تعالى اقلع واستريح. مش هقلع، هنام بهدوم وتنامي في حالك وانا انام في حالي، انا تعبان وعندي محشي.